السلام عليكم نستيات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. احبابنا اللي يبغونا من الولايه، من خارج الولايه، من خارج البلد، اني درت هذا الفيديو للتوضيح فقط وللعقول الراقيه. يا خوتي كامل تعرفوا محمد محوز. محمد محوز ليس بمؤثر في المواقع، لانني احاول ناثر في الواقع. صحيح انا من رجال الواقع، انا لست بمعثر بل بمؤثر. لازم تكون تفهم هذه وتفرق المحتوى هذا باش ولادك والناس اللي ماشي مليحه باش تعرف تتفرج. نبداو هنيئا للملاكمة إيمان خليف. نهضروا على إيمان خليف. إيمان خليف تعرضت لعنصرية كبيرة من العالم كامل، وحتى من العرب تاعنا اللي ما يبغوش الجزائر. نعطيك ميساج، أنت كجزائري أو تيرتي، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قبل ما تكمل هذا الفيديو فهمني شاني نهضر، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. معناتها هذه تعرضت للمؤامرة وتعرضت للتنمر حتى من ولاد بلادها، والعنصرية اللي راهي صارية. هذه تسكن في عين مصباح، كي راح تمثل مثلت الجزائر كومبلي ما مثلتش عين مصباح، وما مثلتش تيرت، مثلت الجزائر كومبلي، والآن هي تمثل العرب. معناتها تمثل دبي، قطر، تونس، ليبيا، المغرب، هذه قاع مثلتهم. معناتها عين مصباح أنجبت بنت لتمثل العالم العربي. ليسونسيال فنان تشكيلي من العاصمة كان مبادر ودار فيديو قال لكم باللي إيمان خليف تعرضت للتنمر، منا بنوقف معها بالطريقة تاعي، كون جا من الرأسمالية وعنده دراهم كون نتعامل معها بالدراهم، ولكن عنده برك يده يرسم بها. قال لكم بنكون مؤازر لها، بندير مبادرة حسنة وشابة. جا واحد من برا ودخلكم في ولايتكم وباغي يعاونكم ودالكم مبادرة شابة، بغض النظر عن اللي كومونتير الناس اللي في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اللي راهم يهضروا ولا راهم يطيحوا ولا راهم يديروا في هذه الاستاتيات ما هم فاهمين والو. السيد هذا دار مبادره حسنه بركة على بنت بلادكم، معناتها جا من بلاصه بعيده وجا دخل الولايه، دار فيديو كاع كامل شفتوه. قال لكم ما نعرف حتى واحد في ولايه تيرت، اني بندير مبادره شابه بنرسم لكم جداريه هنا في ولايه تيرت الا توقفوا معايا وترحبوا بيا. ما نعرف حتى واحد في ولايه تيرت. شي يديروا بعض الناس اللي يبغونا اللي يتفرجونا اللي يعرفونا باللي نحن لسنا برجال المواقع بل رجال الواقع. طاقوني انا كيما طاقوا حمي، كيما طاقوا ناس بزاف اللي قال لك ممكن انتم راكم هنايا تمثلوا ولايه تيرت. نقولهم ماشي مشكله، وانا كطبعي ندير الهدات، واش ندير لقيت لهذا الفنان. انا حتى وجا متشرد ولا جا واحد ما على باليش انا راه عايش برا، ازديف عايش برا ما على باليش انايا، ولا مريض ولا، وجا هنا وقالوا لي راه في تيرت روح نلقي له. باش تفهمني غايه كاع، انا هذا السيد اكرم منه فقط، حمرنا لكم وجوهكم بركه. معناتها السيد جلتيرت لازم نلقولو ونوقفوا معاه. يا خويا لي باج كون جلتيرتي وبراني وبراني، هذه العقليه تاع كلمه البراني، معناتها انت حساد، انت فيك الحقد، انت ما على باليش. معناتها وتقعد ايكي من هكا، تقعد البراني الناس تطير وانت تقعد براني براني. حتى انتم كنتوا تقولوا على بنت ولايه تيرت تسكن في لي زونفيرو ومنا وراي متشبهه بالرجال، واحد لي كومونتير انصر اخاك ظالما او مظلوم. علاش ديفيلاو؟ لانه علامه زي الرفرف في سماء باريس، شرفتنا، شرفت ولايتنا وشرفت بويها وامها وشرفت هذه، راحت لهذا الفن، راحت مع رجاله، ما راحتش وحدها قال عريانه وراحت، الموند اونتي كامل راه يشوف فيها. على رانا نشوفوه كل يوم، مانيش نشوفوه ايمان برك اللي لابسه الشورت في الموند. والانسان يحاول يصلح نفسه، بدا في نفسك. قالوا لي منا تيرت، خرج تيرت، رفد مصلحتك وخرج معايا، راني كل يوم على السبعه راني في كرطي، راكم كاع شفتوني كل يوم على السبعه. شكون اللي دار هذه المبادره من قبل؟ راني كل يوم على السبعه داير في كرطي ونروح نقو ونغرسوا في الشجره، والناس اللي تعرفنا شافتنا بالعين، ماشي باش نديروا كومونتير ولا باش نديروا انا باش تنوض لي على الربعه تاع العشيه وشعل الكليمه وامك تصرف عليك ومن بعد دير لي كومونتير طيح لي. لا، انا عندي ناس شرفاء محترمين، بنات رجاله واولاد رجاله ورجال. معناتها كي نشوف الكومونتير تاعك ما غاديش نقدر نرد عليك بالطريقه اللي تبغيها انت، بصح انا شندير؟ راني نبلوكي ونمحي ذاك الكومنتير باش ما يشوفوش، احتراما للناس معايا في صفحه وصاي. نكونوا واقعيين اخوتي. للتوضيح، السيد جا قال لكم اكرموني، احنا ما عيطنالوش، ماشي اتصلنا به، كاع شفتوا كاع العالم شاب اللي يدير فيديو باللي راه جاي لتيرت، هل نقولوا هل نكرموا؟ طاقوني ناس وانا لها، رحنا اكرمناه وجبناه. دروك رامي في ليستاتي قال لك كيفاه جا براني، كلمه البراني قلعوها يا اخوتي، هذه عنصريه هذه. كيفاش جا براني؟ قمت به ولاد بلادكم، عندنا فنانين، عندنا فنانين، واه عندنا فنانين ما شاء الله وبالك خير من هذا الفنان، كل واحد والدومين تاعو، كل واحد والطريقه تاعو. انا المره اللي فاتت واحد في كارمان خرج دار مبادره تاع النظافه، كنت داير مبادره تاع النظافه، خرج واحد في كارمان رحت لقيت له وصورته، اكرمته كيما نقولوا، درت له حاجه شابه.
اخرج يا خويا وعيط لي، راني هنا نصورك ونجيب لك الغاشي، وان شاء الله الفنانين تاع تيرت الرسامين، عندنا رسامين في تيرت، خرج كش واحد وما تدينهاش فيه. سيد جامد تيرت سبقكم سبقكم سبقكم، كان قادر يروح لولايه اخرى، هذا معروف، هذا من جيجل ساكن في العاصمه وساكن في قطر، رسم لوحات كبار حتى امير قطر رسمه ولقى له امير قطر هنايا اكرموه، هذا مكان حنا لقينا له كرمناه بركه، معناتها ضيف جيل تيرت كرمناه. قلنا لكم فيديو بلي السيد هذا دخل لتيرت ولا بيرسم ايمان خليف ما يعرفش البلاد، وانت تهلاو فيه جيب له قهوه ما على باليش انا نديه فطره تجيه، ماشي تجي كون جيت راجل ما تجيش تكتب وتقول بلي يا ودي راهم داروا له عملوا له، لا نوض اكرم الضيف. وانا عيط لي الا كاين واحد متشرد راه انا راه جاي داخل لتيرت وما عندوش وين يبات عيط لي راني هنا، فهمتني؟ ثاني ندير له فيديو نوقف معاه باش نقدر، لانه عندي رجاله في لاباج هذه، انا ماشي هذا منين جايب ندير بالباز، انا ما خصنيش الباز، ماشي كيما كنت تقولوا باش نولي معروف، انا معروف الحمد لله، يعرفوني يعرفني العام والخاص انا في ولايه تيرت بالمبادرات الحسنه اللي كنت ندير بها، ماشي يعرفوني بالمبادرات السيئه كيما نتوما، ولا كاين اللي دارهم وما يعرفوش بالسيف عنده الحق يهضر. انا والله ما يهموني لي كومونتير خاوتي، انا كي نسيب كومونتير مش مليح واش ندير؟ ندخل سيبريمي وبلوكي، علاش نبلوكي زعما ديرونجاني؟ لا ما ديرونجانيش، باش الناس اللي معايا في الباج كاين ناس محترمين ما يشوفوش تطيح هذا مكان وما يشوفوش كومونتير ماشي مليح هذا مكان. واش نقول لكم اخوتي، تحياتنا لايمان خليف على لا ميداي الدور، زهيتي ولاد بلادك وزهيتي حتى العرب والجزائريين، رغم الانتقادات اللي تعرضتي لها والسب والشتم، ولكن كنت امراه بألف رجل وجبتي لنا هذا الميداي اللي الجزائريين كامل والعرب كانوا يقارعوا لها. ايضا اما الناس اللي تقول عندنا فنانين اخويا، اذا انت خرجت للتيره وشديناك ولا خرجت درت هذه المبادره وما عجب، ما طلعنا لك ستاتي قلنا ما عجبتناش، هذه اللوم علينا، اما احنا به نكرموا انسان ونحمروا لكم وجوهكم وتجي انت تهضر فيا؟ لا خويا انت لست على حق، سيد جاء اكرمناه، انت خويا اذا فنان اخرج للتيره وحنا ندبروا رسالنا، اخرج للتيره معليش، عيط لي قال محمد اني بنرسم جداريه ولا راني هنايا ندير اللي عليا، راك في كارما ديك النهار رسم جداريه رحت صورتها وطلعتها تدخل عندي في لاباج قبل ما يجي هذا. وشوف والله الا كنت جايب ايضا فنانين واخد اخرين بغيت نقي هنا تيرت من بعد خلاص ما نجيبهمش ماشي مشكله، راني داير مبادره هذو اليوم ان شاء الله للفنانين تاع تيرت، فنانين تاع راهي في قلبي في شحال، معناتها باش نقوا ولايه تيرت ان شاء الله، دوك نتحدث مع السلطات المعنيه وفيها مسابقه ان شاء الله ورونا حنا تيديكم هكا باش نعرفوا بالفنانين تاعنا ايضا في المجال تاعكم ماشي مشكله. عندكم دي زيدي واخد اخرين فنانين مرحبا بنا، لانه محمد محوز معروف في السياحه التيرتيه وحتى خارج تيرت الناس يبغوني. كراك تقول ماكش تبغوا البراني وكسيتيرا، شحال من مبادره دارها محمد محوز انا في ولايه تيرت، ومبادرات شابه وحسنه، وحاشا كلمه انا عمري في حياتي ما قلت انا، كاش نهار شفت واحد منا من تيرت مطلعني وقال هذا الانسان هذا الشاب راه مخليه خدمته ومخليه حياته ويظل في القوال ويظل في الشلهوبي ويظل في السمش وراه يدير في مبادرات حسنه، ما كاش واحد من ولاد تيرت صدتو كاش نهار مطلعني، دخل عندي في لاباج وشوف المحتوى تاعي، انا مؤثر لست بمعثر، بصح كون جيت معثر كون كان كامل طلعتوني، يا انا كي تبغوا تنتقدوني طلعني، يا بصح كي تبغي تهضر عليا بالخير لاني انسان تاع خير وسخرني ربي الفعل الخير وسخر لي ناس فيهم الخير، باش تفهمي لازم تكون فارس خلاص، لأن الرسول عز وجل كي وصى على ركوب الخيل حاجة أخرى، الفارس هو تكون عنده النخوة تكون عنده الثقة تكون عنده التفرسين، وكلمة تفرسين عزة النفس، وكان أمورات ما تطيقش تفهمهم يا أخي أنت اللي راك تهضر خلف الشاشة، باش تكون فارس تكون في الواقع عزة ونخوة وصوالها أمورات بزاف ما تطيقش تفهمهم أنت اللي تنتقد فيها، يفهمهم الناس اللي يبغونا ووقفوا معنا وكانوا دايرين مبادرات حسنه، انت باين بلي داركم وما يعرفوكش، عادي انا تكتب لي ولا ما تكتبليش ما يهمنيش برك، سمحوا لي برك طولت عليكم الفيديو ان شاء الله بربي انا للتوضيح فقط، هذا الانسان جاء قلنا ما نعرف حتى واحد اكرمناه هذا مكان، انت يا خويا خليته سبقك معناتها جامد زير سبقك، وانت قاعد هنايا تقارع اش باغي دير بان نجي نرفد لك انا البانس ونرسم لك، لا يا اخي دير مبادره اخرج لجدرانك بزاف، خرجت وما خلاوكش ترسم، اخرج يا خويا دير فيديو قال انا من ولايه تيرت اني باغي نرسم جداريه، جا من زير سبقك، تلوميش انا كي سبقك هو، لوم نفسك لانه هذا الشاب كانت عنده الاراده عليك وسبقك ورسم لك بنت ولايتك في ولايتك، معناتها اهاننا والله الاهانه ما خليناهش يعطينا اهانه، حمرت لكم وجوهكم ولقينا له، دار فيديو قال اودي صدت واحد الترحيب في ولايه تيرت ما كنتش نقارع له،
صح لانه كان داي نظره جمعت معاه كان داي نظره على ولايه تيارت ماشي مليحه، ولكن ورينا له كاع اللي قالوا الله يبارك كامل اللي قالوا لي وقفوا معاه. تحياتنا لخويا حمي يا خو كاع الشبيبه، انا ما نبغيش نفرز واحد على واحد، كاع اللي وقفوا معاه وداروا حاجه شابه. نشكركم من هذا المنبر. واش نقول لكم اخوتي، على بالي بلي طولت عليكم، تحياتنا لكم، انتظرونا في مبادرات اخرى خوتي. انا قادر نخرج من الولايه وندير مبادرات اخرى في ولايه اخرى ويقيموني ويوقفوا معايا كيما راهم دروك مقيميني واقفين معايا ناس، ولكن انا نبغي الخير لولايتي. خلاص اذا تبغي الخير لولايتك ندير حمله نظافه على السبعه العشيه، عيط لي هنا في الكرطيات ونديروا هذه المبادره. اللي باغي كامل ولاد تيارت الا تبغوا ولايتكم ماشي في لي كومونتير، اني ندخل في واحد الباج اني شفتهم هاضرين عليا باللي حنايا ماناش ندلقوا خويا، احنا اكرمنا هذا الانسان. يعني فرق ما بين الدلق وتكرم، ندلق كي نروح نجيبه ونجيب له مسكين جا في الطاكسيات، سيد والله اللي جا في الطاكسيات ما يعرف حتى واحد، بصح حمرنا لكم وجوهكم. السلام عليكم.